أعزائي مشاهدي قناة الحرة في حلقة اليوم برنامج سؤالك التي نناقش فيها موضوع البضائع الرديئة التي لا تحمل مواصفات قياسية والمستوردة من مناشئ أجنبية ودور الأجهزة الرقابية والتشريعات في حماية مصالح المستهلك منها. أعزائي المشاهدين، معي لمناقشة محاور هذه الحلقة ضيوف الكرام: العميد الركن وليد حسين العقابي، مدير شرطة الجمارك، والسيد قصي إبراهيم، مدير عام التقييس في وزارة التخطيط، والدكتور يحيى كمال، مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد، والسيد باسم جميل أنطون، خبير اقتصادي ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقي. أعزائي المشاهدين، بالتأكيد معي الضيوف الكرام من الجمهور الكريم الذين سيثيرون النقاشات في هذه الحلقة، وكالعادة أبدأ مع الجمهور الكريم ومع سؤال السيد كاظم كامل إذا ممكن. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي موجه للدكتور يحيى من جامعة بغداد. إذا ممكن شوية الصوت عالي. صوت عالي شوية. على الأجهزة المعنية تفعيل دور المستهلك وإشاعة ثقافة حماية نفسه من قبل المؤسسات الحكومية والإعلامية. والشكر موصول لقناة الحرة اللي بادرت وسلطت الضوء على هذا الموضوع المهم. فكيف يعني إنه تتولى المؤسسات الحكومية والإعلامية تثقيف دور يعني تثقيف وتوعية المستهلك في حماية نفسه؟ أستاذ قصي، نبدأ يعني تنطي تعليق على هذا الموضوع؟ جهاز المركز للتقييس والسيطرة النوعية هو جهاز مسؤول عن ابتداء من إعداد المواصفات للسلع، وهي نقطة البداية أنه تضع مواصفات للسلع تضمن السلامة والصحة للمواطنين، وخاصة يعني هي المنتجات الصناعية. ومن ثم ذلك تقوم بعملية الفحص لهذه المنتجات أنها تكون مطابقة للمواصفات. فهذه هي دور الجهاز الرئيسي، شلون نضمن صحة أو سلع تضمن صحة وسلامة المواطن. طيب، إشاعة الثقافة، إشاعة ثقافة حماية المستهلك مسؤولية من؟ إشاعة الثقافة هاي تشترك بها مو بس الجهاز، تشترك بها كل أجهزة الدولة المعنية في هذا المجال، الصحة والزراعة والمنظمات المجتمع المدني ومراكز حماية المستهلك. هي قضية كيف نوعي المواطن. مادام ذكرت المنظمات المدنية أو جهات مدنية، خلي أخذ تعليق من أستاذ باسم. شنو رأيك بثقافة حماية المستهلك، أو المستهلك يعرف حقوقه ويعرف يميز بين البضائع باختصار إذا ممكن؟ شكرا جزيلا قناة الحرة وللأخوة الحضور. الواقع يعني ثقافة المستهلك تمارس بشكل رئيسي الأعلام ومنظمات المجتمع المدني تلعب دور رئيسي في هذه العملية. وأعتقد أنا يعني القنوات الفضائية والصحف وندوات متواصلة تشرح هذا الدور ويرتفع مستوى المواطن. المواطن يجب أن يتعاون مع الأجهزة الرقابية، يعني دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ليس محصورا فقط في الجهاز، أيضا ينزل للأسواق ويشتري نماذج وسلع ويجري عليه عملية تحليل ومراقبة ويعطي نتائج. يعني اليوم معروف أنه يعني ماكو جهة معنية حكومية بإشاعة الثقافة أو بتنوير، خلينا نقول تنوير هو للأسف الشديد قانون حماية المستهلك صدر عام 2010 رقم واحد، لكنه لم يفعل بشكل جيد المحاصصة في توزيع من يدير الجهاز، من هم أعضاء الجهاز، فبقى شبه مشلول. طيب، اليوم في الخطة الخمسية هناك دور رئيسي للعام القادم أن يفعل دور الجهاز للمتابعة ورفع ثقافة المستهلك. طيب، خلي أنتقل لسؤال مها الشمري إذا ممكن. كيفية إثبات البضاعة المتواجدة بالأسواق تم فحصها رسمياً، علماً أنه إحنا لما نستخدمها يتبين أنه غير صالحة للاستعمال كالرز، ويتهمون العراقيين أنه هي ما تعرف تطبخ الرز، مع أنه هو الرز أصلاً معفن لا يصلح نرميه للحيوانات. سيد العميد إذا ممكن، يعني شلون يعرف فعلا، شلون يعرف المواطن بأن هاي مفحوصة لو ما مفحوصة؟ مكتوب على بعد فحصها، وبعدين ليش بعض الأحيان مكتوب عليها فحص مثل ما تقول السيدة وبعدين يتبين أنه غير مطابقة للمواصفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالسادة الأخوة الحضور. بالنسبة إلى دور شرطة الجمارك، حقيقة أنا إذا أوضح في موضوع يخص الجمارك للمشاهد الكريم، موضوع الجمارك تدخل به دائرتين،
بالعمل، اللي هي أولا موظفين الهيئة العامة للجمارك ومرتبطين بوزارة المالية، وثانيا شرطة الجمارك وترتبط بقيادة قوات الحدود ومن ضمن تشكيلات وزارة الداخلية. حقيقة عمل شرطة الجمارك ينسجم مع الدائرتين، احنا ننسجم مع عمل شرطة الموظفين الهيئة العامة للجمارك ضمن الواقع الجغرافي من الشمال إلى الجنوب. انفتاح شرطة الجمارك يتناغم مع انفتاح الهيئة العامة للجمارك، بالإضافة أنه شرطة الجمارك تعرفون أنه على كل الحدود العراق منتشرة قوات الحدود، هي مسؤوليتها مسك الحدود، هي الخط الأول لغاية عمق 5 كيلو، بعد 5 كيلو أكو موجودة انتشار لمفارز ومراكز شرطة الجمارك على طول حدود العراق. يجي دور شرطة الجمارك في المنافذ الحدودية، احنا عملنا ضمن المنافذ الحدودية يدخل ضمن مجال شقين اللي هي تفتيش الأشخاص والبضائع. بالنسبة عمل شرطة الجمارك يتواجد مع الهيئة العامة للجمارك، الرجل موظف الهيئة العامة للجمارك هو موجود عن تدقيق البضاعة من الناحية الجمركية. شرطة يعني الجمارك يعني بس جمركية، المقاييس والمدرشين والمطاق المواصفات مو شغل، مو شغل. احنا كشرطة جمارك علينا ندقق البضاعة من الناحية الأمنية، اجت شاحنة محملة بالبضائع احنا علينا نشيك الشاحنة من الناحية الأمنية كبضاعة محملة من مسؤولية الموظف الهيئة العامة للجمارك. طيب اذا اسمح خلينا ننتقل دكتور يحيى، شلون يعني ليش هذا او وين ومن المسؤول عن انه البضاعة يعني يخلي علامة او فتشي حتى المستهلك يعرف البضاعة مطابقة لو ما مطابقة، وليش بعض الاحيان تتخلى عليها ليبلات مطابقة مثلا ويتبين بالاخير انه غير صالح للاستخدام وغير مطابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بالضيوف الكرام والحاضرين والمشاهدين وكل التحية القائمين على هذا البرنامج. مركز بحوث السوق وحماية المستهلك من المراكز الأولى في جامعة بغداد، وهذا المركز الوحيد في العراق اللي يهتم بقضايا السوق وحماية المستهلك. تأسس نبذة مختصرة للمشاهدين، يا ريت باختصار يعني ياخذ عندنا وقت، اي ما يخالف حتى نفهم شغل المركز. يعني يا محور، المركز تأسس 1997 حسب قانون المراكز البحثية لوزارة التعليم رقم 1995. المركز بشقين، إدارية واقتصادية ومالية وبحثية علمية طبية كانت تكون هندسية زراعية والعلوم. سؤالي على جواب على سؤال حضرتك قبلها، التثقيف كان من الأمور المهمة. هسه راح أجيك على سؤالك بس اصبر لي، أريد أجاوب على هذا الشيء باختصار شديد إذا الله سهل. وجود منهجية التثقيف للمستهلك كلش مهم في المجتمع العراقي. يعني أنا ما أعرف شلون أبدي ندوات، الندوات هاي تكون محصورة على عدد قليل من الحاضرين. إذا كان وزارة التربية، ندري كلنا زين إن عدد الموجودين المنتمين إلى وزارة التربية من الموظفين والملاكات الطلابية أعلى شيء في العراق وزارة، أن تكون هناك منهاج يدرس كيفية تثقيف المستهلك كيف ما سويناه في الجامعات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوى منهاج البحثي، منهجية البحث كيفية تعليم الطالب الدراسات. طيب العليا هذا واضح، خلينا ننتقل الموضوع. نعم. البضاعة مفحوصة لو ما مفحوصة بالنسبة للمستهلك شلون يعرف، وليش بعض الأحيان مفحوصة ويتبين؟ يعني احنا حضرتك لو شوف إذا نشوف الأدوية بصورة خاصة تكون ليبل موجود يقول لك هذه مفحوصة من وزارة الصحة، ليبل موجود المستهلك من يشوف. بس مع الأسف الثقافة الاستهلاكية ما عندنا ذيك، يعني ما كلنا نباوع على يعني من نشتري دواء من الصيدلية ما نباوع تاريخ الإكسباير مات هذا الدواء، بقية البضائع كل بقية البضائع كلها مكتوب عليها مطابق أو ما مطابق؟ أكو مكتوبة مطابقة بس هل هي مطابقة؟ هنا الحكي تيجي دور من المراكز البحثية والسيطرة النوعية. يعني هي من السهل انه تزور الليبل مالته، مو فد اشكال الليبل، مو شيء فد مقدس او ما تقدر تزوره. إيه بس تقدر يفترض الجريمه الاقتصاديه تتابع هذا الموضوع. نعم، خلي انتقل. نعم. اذا تسمح خليني اخذ سؤال وارجع. تسمح لنا بالتاكيد يعني اخذ تعليقات كامله. عبد الكريم الربيعي اذا ممكن. يعني القوانين المرعيه الموجوده اللي سنها الدستور، القوانين اللي انسرلت مجلس النواب، القوانين اللي سنتها الدولة، وينها من التطبيق؟ وينها من التنفيذ؟ احنا بدنا نسمع يوميا اشكال
التجاوزات سواء من المنافذ الحدودية أو من الأجهزة اللي تخلي الليبل. طيب أستاذ عبد الكريم خلينا أخذ الإجابة. وطبعا إحنا للأسف شريحة كاملة من الضيوف ما نقدر نجيب، ما جبنا مجلس نواب لأنه اختصاصات متعددة العلاقة بالموضوع، لكن إحنا نبقى ضمن تطبيق اللوائح وتطبيق القوانين وحضراتكم أشرتوا للموضوع. تفضل سيادة العام. قانون الجمارك، الشرطة الجمارك والهيئة العامة للجمارك تعمل وفق قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 والنافذ لحد الآن. وبالنسبة إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل اللي رقم 810 1985 هذا اللي حدد بموجبه واجبات شرطة الجمارك، هاي القوانين لحد الآن معمول بها ضمن كل المنافذ. طيب هذه المشاكل وين تصير؟ أنه أولاً إحنا عندنا تزوير هنا بالليبل أو وبعدين عندنا البضائع مو كلها ينكتب عليها مطابقة أو ما مطابقة. لا إحنا العفو مثلاً البضاعة اللي تجي التاجر راح أول شيء على المنافيست يصرح، إحنا المنافيست ماسه هو باعتبار كأنه جنسية إلى البضاعة. نعم. بعدين راح يصرح التاجر أو من يخوله قانوناً بالتصريحة الجمركية يذكر شنو المواد اللي راح يدخلها، هنا راح تبدي عملية شرطة الجمارك وموظفي الهيئة يبدون يكشفون عن البضاعة اللي هنا راح تحجز البضاعة. وأنا هاي انبسط فعندي صور جبتها، هاي اللي بضاعة أو حاويات هاي قبل 3-4 أيام في الكاميرا هذه. إحنا هاي في ميناء مقصر تم حجز هاي البضاعة مواد غذائية وطبية، هذه انحجزت لأنه متجاوز ثلث المدة، يعني إذا كانت مدة الإكسباير مالتها لمدة سنة هذه لأنه عبرت الثلاثة أشهر. بس يا أخي العميل تعرف حضرتك كثير من البضائع موجودة الآن بالصيدليات سواء كانت طبية أو غير طبية، يعني يشوفها المستهلك يلقاها معروضة بآخر شهرين يعني بآخر 3 أشهر، ما أدري تتأكدون الموضوع أستاذ باسم؟ هي المشكلة أنه مثل ما تفضل الأستاذ الربيعي شرعت 4 قوانين أساسية، القانون الأول حماية المستهلك رقم 1، القانون الثاني هو حماية المنتج الوطني، والقانون الثالث هو التنافسية ومنع الإغراق، والقانون الرابع رقم 22 لسنة 2010 هو التعرفة الجمركية واللي هو ساري. زين تتضارب هاي القوانين مع بعضها؟ 4 لا ما تتضارب، هي تخدم المجتمع تخدم المنتج المحلي الصناعة العراقية، لكن عندنا مشكلة الفجوة بين التشريع والتنفيذ، ضعف في التنفيذ، أجهزة ما تغطي، أكو منافذ حدودية متعددة غير رسمية. يعرف السيد العميد هذه تخلق مشاكل كبيرة، البيوتات اللي تقعد تصنع وتقلد ماركات، قانون حماية الملكية الفكرية تقريبا ما يطبق. نعم. هذه يحتاج إلى حزم وتطبيق القانون ورقابة شعبية للمجتمع المدني أساس بالتعاون مع أجهزة الدولة. طيب قبل عذرا لأنه الوقت ما يعني ضيق علي، قبل ما أخذ تعليق أستاذ قصي خلينا أنتقل لسؤال محمد محمود مجيد إذا ممكن. السلام عليكم. عليكم السلام. في بادئ الأمر الأستاذ قيس ذكر بأنه أن البضائع هي جميعها مفحوصة اللي تدخل للبلد، فعندنا مثال الشركة العامة للسيارات كيف تم إدخال سيارات الشيلي والسايبة وهي عالميا مأخذة 0% من 5% في السلامة العامة. طيب أرجو توضيح. سؤال مهم يتوجه للتقييس والسيطرة النوعية، لكن مضطر أعزائي المشاهدين أخذ الإجابة بعد هذا الفاصل قصير. جديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين وهذا الجزء الثاني من حلقه اليوم. استاذ قصي سمعت حضرتك سؤال يتعلق بسيارات السايبا والشيروكو، اكيد كان عندك تعليق على موضوع وضع الليبلات على الاجهزه الداخل. تريد على الليبلات على السيارات اول؟ بالبدايه السيارات. على السيارات، السيارات لغايه عام 2015 ما كانت تكون مواصفه عراقيه تتكلم عن مواصفات السيارات. نعم. في نهايه عام 2000 شهر الثامن صدرت مواصفه رقمها 2315 فيما يخص مواصفات السيارات. نعم. هذه حددت ما هي مواصفات السيارة التي يجب أن تدخل إلى العراق، وكانت مواصفات اللي وضعتها المواصفة العراقية أعلى من المواصفة السعودية والخليجية. زين. على فكرة يعني في طيب.
هذه المواصفة كان يحتاج لها إلى تطبيق. هذا التطبيق يحتاج إلى ماذا؟ أنت تنطي فترة إلى المنتجين وإلى المستوردين أنه يكيفون وضعهم ويا هاي المواصفة. هاي النقطة الأولى. زين. النقطة الثانية يجب أن تنشئ مختبرات أن تفحص هذه السيارات. بس هو السؤال يقول اسمح لي. وفق العالميا السيارات هاي ما بيها مواصفة. العالميا السيارات قلت لك قبل 2015 هي كانت تدخل إلى العراق بدون مواصفة. طيب. لأن ماكو كانت أكو مواصفة. الآن جينا وضعنا مواصفة. هاي المواصفة تحتاج لها فترة للتطبيق ومستلزمات. إحنا في المواصفة خلينا نجي ما نقدر نضع مواصفة أوروبية على المنتجات على السيارات اللي تدخل العراق. ليش؟ ليش؟ هناك واضحة ضد الانجماد، واضحة على تسلق الجبال، مناطق وعرة، الأجواء باردة. أنا أضع لها مواصفات تضيف على الكلفة والمواطن ما يستفاد من عدها. وإذا أضع المواصفات الأوروبية قد أسعار السيارات تتضاعف مرة ونص. بس أكو حد نص المواطن ما يقدر يستهلك هاي السيارة وبها مواصفات ما يستفاد من عدها. أكو حد إلى علاقة بسلامة المستهلك نعم العراقي وتعرض نعم تعرض عوائل إلى الخطر. نعم جيتك وياي. فوضعت المواصفة العراقية خصيصا لظروف العراق. فمثلا احد الشروط كان يجب ان تكون بسياره تدخل للعراق بها ايرباج، وعلى الاقل ايرباج واحد اللي هو يكون امام السائق. زي بها نظام الاي بي اس، النظام هذا البريك اللي هو المتقطع. هذه ما تدخل سياره اذا ما بها هذا النظام لضمان اكثر امان في السياره. هذه ما كانت موجوده سابقا. طيب في السيارات. طيب حال السيارات اللي ما مطابق المواصفات وموجوده، هذه موجوده قبل ايش وقت؟ موجوده من 2014. ايوه هذه ما كانت عندي مواصفه فكانت تدخل هذه السيارات ما بها وضح القانون تبقى هسه وفق هذا القانون ودخول المواصفه حيز التنفيذ اصبح هنالك نوع من الالتزام، ولكن يحتاجنا الى مختبرات. بدينا نطلب من الشركات اللي تصدر واللي تصنع ان تزودنا بشهادات للفحص لاجزاء السيارات. هذه تعرف انه السياره بها اكثر من 300 400 فحص، وقسم من الفحوصات انت ما تقدر تجريها الا اثناء عمليه التصنيع. فهذه غير منطقي احنا نفحص كل جزء، وانما نعتمد في عمليات جزء منها على قضيتين. قضيه اولى نعتمد على تقارير فحص تجينا من الجهات المصنعه وزيارات الى الشركات التي تقوم بتصنيع السيارات. واكو مختبرات عالميه للاطلاع. فرحنا نعم من الشركه العامه للسيارات ماخذين، وعندنا بالجهاز مختصين بيروحون زيارات. فاخر زياره كانت الى احد المصانع الايرانيه للسيارات، اجبرناهم على انه يدخلون تحسينات على خطوطهم الانتاجيه بما يتلائم ويا المواصفات العراقيه. يعني الشارع العراقي الان به سيارات غير طبعا قبل 2015 وتشكل خطوره على المواطن. انا لا مو تشكل خطوره، هم يعني خلينا نقول يعني لما سيارات هونداي، شركه هونداي قبل تنتج سيارات او سياره مرسيدس تنتج هو سيارات سأل على سيارات ما بها صحه وسلامه للمواطنين او للسائق السياره. يعني اذا الدوله ما مخليه شروط امان اكيد الشركه ممكن تعبر تتلاعب. ولكن قلت لك 2015 نهايه 2015 طيب. صدرت المواصفه. طيب انا كنت اتمنى تكمل التعليق وخاصه على موضوع الاشاره الى المطابقه، لكن مضطر خليني اخذ سؤالين لهم بس علاقه. بس هذه كلش نقطه مهمه خلي اعلق عليها مالت التاشير على البضاعه. انت من الصعب ان تاشر على كل بضاعه فحصت. ليش؟ لما تجيني يعني شحنة من اسمنت، أنا شو أفحص كل وحدة كل كيس اسمنت؟ لو أفحص عينة. عينة طبعاً. تمام لو مو تمام؟ فأنا أفحص عينة لأنه تفحص. والعينة كل عشوائية. عينة عشوائية تمام عينة. ولا تمام؟ وبالتالي إذا كانت هاي العينة مقبولة نقول كل البضاعة والشحنة ماذا مقبولة. ولكن هنالك أكو قد البضاعة تتغير خواصها أثناء عملية النقل والخزن. يعني إذا راح خزنها بمكان الرز، إذا خزنها بمخازن رطبة. هي طلعت من يمي مطابقة للمواصفات، ولكن عملية النقل والخزن في أجواء رطبة وأمطار ومناطق يعني مخازن غير صحيحة راح تتغير مواصفاتها اللي هي. وبالتالي هذه ليست من المخازن مسؤولية الجهات المعنية، جهات أخرى نعم أو وللعلم الرز وزارة التجارة عندها صلاحية وهي مسؤولة عن فحص المواد الخاصة بالبطاقة التموينية. طيب أستاذ قصي، خلينا أنتقل لسؤالين أريد أخذ لهم علاقة بمنتوجات او وزاره النفط. سؤال الفنان التشكيلي اسامه الزيدي اذا ممكن. السلام عليكم. عفوا بس سؤالي بخصوص الاسطوانات الغاز اللي انطرحت بالاسواق، يعني المعامل مال تعبئه الغاز المستخدم يعني في البيوت،
يعني شاهدنا الكثير من الحالات الانفجار وحالات احتراق سيارات بأكملها، فمن المسؤول عن هذه الاسطوانات اللي دخلت اللي هي 100% غير صالحة للاستخدام، وهاي طيب لها تماس بحياة العائلة، صارت فيها حوادث تفجير يعني؟ نعم، احنا أنا بالزعفرانية طبعا، نعم، 3 إلى 4 حوادث حالات احتراق وانفجارات صارت بسبب يعني الاسطوانة مو مناسبة. نعم، موجودة حتى على التواصل الاجتماعي على اليوتيوب موجودة. يعني على النت موجودة. طيب انقل المايك للبشير اسماعيل اذا ممكن حتى اخذ سؤال الى علاقة بالبنزين. لماذا الوقود غير صالح للاستعمال في حيث استهلاك السيارات وتأثيره على البيئة؟ طيب دكتور يحيى، هاي سؤالين يعني لهم علاقة بموضوع حوادث. سؤال البنزين اللي سامع حضرتك بأنه الكثير من السيارات تفجرت أو احترقت بسبب رداءة نوع البنزين. طبعا أنا قلت احنا ما نقدر نستضيف كل الاختصاصات، البرلمان، وزارة النفط، وزارة الصحة، وزارة التجارة، ما نقدر نستضيفهم كلهم، بس أخذ منك وجهة نظر على القناني وعلى السيسم. بالنسبة للسؤال الأول، القناني الغاز، الجهة المستوردة القناني هي المسؤولة عن هذه الحالة، هي تفحص هاي القناني. تدري حضرتك راح يصير تبديلها وين؟ عن طريق المحطات التابعة لوزارة النفط، صح ولا لا؟ نعم. فتكون وزارة النفط، وكنت أتمنى أنه ممثل وزارة النفط على هذا السؤال أنه هو يجاوب، لأن هم الجهة المختصة بالاستيراد وتبديل القناني. لهذا القنينة من تستوردها حضرتك مو راح تبقيها يمك، راح تستخدمها وتفرق، لازم تبدلها. عملية التبديل وين راح يصير؟ المحطات التابعة لوزارة النفط، هي وزارة النفط لها دور بهذا الموضوع. هو المفروض بالمناسبة احنا نتكلم عن حماية المستهلك، المفروض المستهلك عنده ثقافة يقاضي الجهة المعنية. نعم، لأن إذا تعرض هو إلى ضرر، انفجرت قنينة غاز ببيته، المفروض يرفع دعوة قضائية. نعم، على الجهة المعنية، سواء كانت وزارة النفط أو وزارة التجارة أو وزارة الصحة. تمام، وأنا ليش أقول لك لازم عندنا منهجية الثقافة الاستهلاكية؟ هذا إذا نبديها من الابتدائية فما فوق. طيب، الجيل الصاعد راح يكون واعي ومسؤول عن، يعني هو مو فقط أنت تروح تعرض نفسك للخطر حتى تقاضي، لا، أنت تحمي روحك أول شيء كمستهلك بعدين قاضي. فأنا الوقاية خير من 1000 علاج. أما بالنسبة للوقود اللي حضرتك أشرت عليها، هو النمبر الأكتينيوم نمبر، الرقم الأكتيني يلعب دور بيها. أنا إيش قد أحتاج إنتاج للسوق المحلية، لازم أنتجها، يا هي الأحسن أجيب وقود ممتازة مقابل شحة في الوقود في السوق، أم أوفر البنزين مقابل ردائته. أكو تناسب دي يصير هنا، عملية طردية بين الاستهلاك والإنتاج. أنا إذا سويت إنتاج أقل ونوعية ممتازة أحتاج إلى شنو؟ إلى تكلفة في الإنتاج، بالتالي 450 دينار المحددة. بس هذا طبعا لازم ما يصير على حساب حياة المواطن، اللي أنا قلت لك أنا ما متأكد من الموضوع، ولا يمكن المعني متأكد. صارت حوادث تفجير يقولون الناس بأنه لا عفوا، أنا جايك حوادث تفجير ما تصير هذا على المدير رقم الأكتينيوم نمبر، ما تصير هذه، لا لا، إن السيارة بتمشي إيه أوكي هذا الأمور، بس تؤدي لانفجار لا، ما توصل ليش مرحلة. طيب خلينا أنتقل، هنا أنا عندي سؤالين على الأدوية، أبدأ بسؤال إبراهيم يحيى راشد إذا ممكن. أستاذي، سؤالي عن الأدوية بالآونة الأخيرة، وظاهرة جاي نسمعها من يدخل الصيدلة الدكتور من يشتري منه العلاج ويعطيك العلاج، وبعدها يقول لك تريد أصلي؟ زين، العلاج اللي اعطيتني إياه شنو؟ مو أصلي، هذا من يا منشأ وهذا من يا منشأ، ومنو اللي راح يحاسب؟ وشنو شعوري أنا كمريض مواطن من الطاني العلاج وجاي أروح وقال لي هذا مو أصلي، بعدها شنو أنا راح أشفى؟ ما أعرف شنو القرار لكم. طيب قبل ما أخذ الإجابة إذا ممكن خلينا أنتقل إلى أحمد السعدي. السؤال الأول هو في محور الأدوية. الأدوية بالآونة الأخيرة هناك تفشي ظاهرة بالأدوية للأكسباير، يعني كل ما هواي كثير من الأوبر، يعني أنا دا واحد من الناس اشتريت من الصيدلية فد يوم ولقيت الأكسباير منتهي، هذه ما راح تؤدي إلى قتل المواطن؟ طيب أريد أخذ تعليق على هذا الموضوع من أستاذ باسم جميل، وخصوص موضوع جريمة الاقتصادية. أكو حضرتك خبير اقتصادي، أكو متابعات من قبل الجهات المعنية بالجريمة الاقتصادية بخصوص تغيير الليبل مال الدواء، انه هذا مطابق له ما مطابق، انه هذا من فلان منشأ ويطلع من يعني تزوير المنشأ وموضوع الاكسباير. السؤال الاكسباير السيد العميد الركن،
يعني بالآونة الأخيرة وفي هاي ظل هاي الظروف أنا يعني أسمع مع التجار يكون هناك دخول بضائع مع اتفاق مع شرطة الحدود أو هيئة الجمارك والبضاعة اللي يدخلها هو بباله. خليني آخذ الإجابة على السؤال الأول وأنتقل يعني للسيد العميد. بالتأكيد أكو فالثغرة كبيرة في قانون التجارة. نعم. لحد الآن إحنا ما عندنا منهاج استيراد واضح. منهاج الاستيراد يحدد يعني يستورد الأدوية يجب أن يكون صيدلي. أو صاحب مكتب علمي تخصص. الآن ما يجري في بعض الأحيان يأتي شخص يبيع خضرة يروح يستورد مواد غير اختصاصها. هذه تعمل على دحر ثقافة السوق وابتزاز المواطن. ثقافة مفقودة بالعملية وهذا يؤدي يعني تبذير اقتصادي وضياع كثير من الثروات. فالمنهاج على أساس يمضى حسنة لتخصيص طبقة معينة تستورد مثلا أدوية، آخرين يستوردون فرفوري، هاي معدومة. طيب. وهذه العملية بالجمارك أكو حرم جمركي، يجب أن البضاعة اللي تدخل كما كان سابقا تفحص البضاعة في الحرم الجمركي يلا يسمح لها بالدخول ويموجب إجازة استيراد والآن وتصريح الجمركية. الآن لا زالت لا تطبق بشكل كما أكدت أنه عندنا 23 منفذ حدودي رسمي وكو 23 آخر غير رسمي. زخم العملية الاستيرادية حتى الجهاز المركزي ما يلحق حجم يعني كان يستورد العراق بمليار هسه يستورد العراق بخمسين مليار. الجهاز الرادع 5 أضعاف أجهزة وأدوات كان طيب. يتبع بالسوق والمعامل. هذا سلط الضوء. أنا أرجع لك أستاذ قصي بس خلي أخذ لين تعليق سيد العميد لأن السؤال توجه إليه. بالنسبة للاتفاق مثل ما يقولون تحت الطاولة ما بين تجار محددين وما بين المنافذ الحدودية. حقيقة أنا مثل ما يعني طرحت قبل قليل موضوع الجمارك إن كان الموضوع يخص أنه أكو فساد بالجمارك فما جاي تتحدد الجهة من هي المسؤولة بالجمارك. أنا من هذا قبل شوية حددت من هو مسؤولية الجمارك الجمرك المدني ومن هو مسؤولية شرطة الجمارك كل من على واجباته. بالإضافة أنه المنافذ الحدودية متواجدة بها أجهزة رقابية من الأمن الوطني وحسب إشراف الهيئة العامة هيئة المنافذ الحدودية اللي حاليا يرأسها الدكتور كاظم العقابي جاي يصير إجراءات أكثر. هو وين سيد العميد؟ هو إحنا عندنا واقع بالسوق أكو بضاعة مزورة أكو بضاعة خارج الصلاحية أكو بضاعة غير مطابقة للمواصفات حقيقة أكو حتى العفو بضاعة ما يحتاجها السوق العراقي هي هاي المشكلة. أكو اسمح لي يعني سواء أدوية فاسدة أو بعض المواد الغذائية الفاسدة يعني حقيقة ماكو شيء يعني مستحيل أنه نقول ما يوصلن. بس أنا أقول عملية الكشف هسه إجت باخرة إلى ميناء أم قصر الباخرة تنزل بحدود أكثر من 500 إلى 600 حاوية. يمكن إذا واحد من عندكم يروح يشوف ميناء مقصر بحيث إذا يريد يمشي بين بسيارته بين ضمن المنفذ ما يقدر من زخم الحاويات الموجودة. هذا يأكد موضوع الزخم. الزخم زين كلجنة اللي تقوم بعملية الكشف. يعني سيد العميد خليني جوابك وافي إذا سمح لي أنا محتاج أخذ فاصل وأرجع أخذ التعليق والتعليق المقابل لكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل قصير. بجديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين. سيد العميد يا ريت باختصار تكمل التعليق مالتك. حقيقة أنا إذا أقول فد شيء باختصار عن موضوع المنافذ الحدودية عملية التبادل التجاري جاي تجري أكو ساحة تبادل في منطقة الصفر هي المنطقة على الحدود العراقية مع الدول المجاورة سواء أردن أو إيران جاي تنقل البضاعة هناك في هذه ساحة التبادل. أكو موجود مكاتب من النقل البري أكو موجود مكاتب مخلصين جمركيين موجودة لجنة من الهيئة العامة للجمارك وموظفي الجمارك وشرطة جمارك كملت البضاعة تحملت جاي تتخلى عليها شمع الأحمر تجي تدخل من باب المغادرة اللي هو أول نقطة دخلت الشاحنة من الجانب المقابل سواء الأردني أو من إيران دخلت إلى العراق. هنا من هذا الباب إلى أن تكمل
البوابة الخروج باتجاه العراق اكو 6 مراحل تمر بها، هي عملية التفتيش بالرابسكان بجهاز الرابسكان، بعدين تمر عملية في هذا التفصيل. سيادة العميد شنو علاقة بالموضوع يعني؟ لأنه هي هيدا البضاعة يعني هنا تعدد المنافذ يساهم بتسريب بعضها. البضاعة اللي تجي العفو مثل هسه حاويات دا تجي محملة دخلت على الرابسكان انكشفت، بعدين راح تروح على المفرزة من الكينان، بعدين راح يروح على الجسر الميزان الجسري، بعدين تروح إلى ساحة الكشف. هنا في ساحة الكشف موظفي الهيئة العامة للجمارك اللي يكشفون على البضاعة من الناحية الجمركية، يكشف حسب التصريحة اللي مقدمها التاجر شنو مقدم من مواد، راح يتم الكشف عليها وجردها وتقديم هنا النوع والمنشأ والوزن والكمية. الأخ هنا تفضل قال أكو بعض الحالات الفساد. خلينا ما دام قلت الأخ خليني آخذ تعليقه وباختصار شديد. باختصار شديد أنت هسه الآن جاي تحكي البضاعة يعني تدخل وفق الضوابط والتعليمات القانونية. احنا هسه الان يعني سياده العميد هل تبري لا يوجد فساد مالي او رشوه من بين التجار وهيئه الجمارك وشرطه الحدود؟ يعني هو الكلام العام طبعا ممكن الاجابة عنه بجواب عام، اذا نعم. اكو ثيمه او اكو جهه محدده تقدر توجه لا هي بصوره عامه احنا لا تهم تخاف لا ما خاف ليش بصوره عامه ليش بصوره عامه سيدي خاف بس من الله ما عندنا اكو تلكؤ ولا عندنا فد شيء موضوع اخر. قلت لك دور شرطة الجمارك هذا اللي جاي يصير بالمنافذ، لكن أنا دوري كشرطة الجمارك صار وتنفذ شو وقت؟ وقت ما نفذ قانون التعرفة الجمركية بقرار رئاسة الوزراء 413 اللي صار مفارز جمركية انتشرت ضمن طوق بغداد. هنا صرت انه أنا أكض الشاحنة سواء من جاي من المنافذ يعني بعد ما تدخل والمنافذ الشمالية أشيكها طيب. اشوفها المعامله ما مطابقه ادزها الى مديريه جمارك الوسطى وكانت يعني يصير استيفاء. خليني سيد العميد اقطع هذا الجدال واخذ سؤال محمد رضا اللي هو ايضا يبدو له علاقه بالادويه او المواد الغذائيه. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا تعودنا من المسؤول العراقي يتفنن بخلق التبريرات وخلق الحجج. نعم. من مسؤول رفيع المستوى الى اقل مسؤول يعني للاسف. سؤالي بالتحديد يخص استيراد اللحوم من الدول الآسيوية. نعم. تحديدا شرق آسيا. نعم. دول الهند وفيتنام وبعض الدول الآسيوية. نعم. احنا عندنا مؤشر من خلال وزارة الصحة ووزارة البيئة، هناك بعض البضائع من اللحوم بها مواد مسرطنة مواد مشعة، والإعلام اطلع على هذا الموضوع والرأي العام اطلع على هذا الموضوع، ماكو أي إجراء من قبل المختصين في المنافذ الحدودية. حوادث محددة تم الكشف بها على اللحوم. نعم نعم اللحوم الهندية مواد بها مواد مسرطنة ومستوى الخزن مالها تعرف انت جنابك استاذ سعدون قضية الخزن لها فترات ولها الخزن قبل الاستيراد خاصة. وبعد الاستيراد طبعا اكيد بعد الاستيراد بعد طيب. بعد دخولها للعراق طيب. اللي اتمناه طبعا من خلال هاي النافذة الحرة قناة الحرة انه الضيوف اذا كانوا ضيوف المركزيين او جنابكم انه نجد الحلول مو نجد التبريرات نجد التبرير نجد الحلول لانقاذ المواطن العراقي من هذا الموضوع ايجاد الحلول. بس بدي اريد تعليق على الموضوع يعني هنا أنا وصلنا الى استاذ قصي يعني مواد مسرطنه ومواد مشعه اي ضمن الفحوصات نعم. اللي تجرى على السلع قبل اطلاقها هناك فحوصات تتعلق بوزارة الصحة نعم ان وزارة الصحة تطلع من عندها شهادة تقول هذا المنتج اللحم او السمك او الى اخره صالح للاستخدام البشري نعم ووزارة البيئة هم لازم يطلع من عندها شهادة فحص انه هذه المفحوصة وانه ما بها اشعاع يؤثر على الانسان. الجهاز التقيس يطبق عليها المواصفة العراقية انه اللي صادره من هاي الاطراف اللي صادره من الجهاز نعم. انه يجب ان تتوفى بها الشروط انه هذه بها هذه المتطلبات وهذه الشروط نسبة دهون ونسبة كربوهيدرات ونسبة ويلة ولا اخره يعني الفحص الاشعاعي من البيئة والمواد المسرطنة وصالحة للاستخدام البشري من غير صالح الاستخدام البشري وزارة الصحة فيما عدا ذلك الجهاز يفحص هذه من حيث المكونات الاخرى للمنتج ومدة يعني صلاحية يعني المنتج وتاريخ الانتاج. طبعا هي مو جهة واحدة مسؤولة عن هذه القضية ولكن الصحة ما لها علاقة بالاسمنت ما لها علاقة بشيش التسليح هذا نحكي الصحة مسؤولة عن المواد الغذائية فقط باختصار طرقت لموضوع جدا مهم
تعدد الصلاحيات وتعدد الجهاز الرقابي في أكثر من وزارة يربك قضية دخول المنتج ويربك قضية رقابية بشكل عام. فلا مركزية بهذا العمل الفوضوي بدخول البضائع ومن هب ودب صار تاجر بمجرد فتح شركة. خليني أكمل بس اسمح لي شوية. مو هي تعدد اختصاصات؟ يمكن تعدد اختصاصات؟ أكيد تعدد هسه اليوم احنا مثلا طيب خليني المنافذ الحدودية، الجمرك، الجهاز الرقابي النوعي، اكو هواي جهات مسؤول على موضوع مهم، اتمنى انه يصير حلول لهذا المسؤول. خلينا ناخذ التعليق يا ريت باختصار. باختصار تعدد انه احنا الان عندنا برنامج اسمه برنامج الفحص في بلد المنشأ. هذه التاجر عندما يريد يستورد يروح الى عندنا شركتين حاليا هي منطينه حق تخويل فحص البضاعه وتصدر شهاده مطابقه، هي شركه يو في شركه المانيه وشركه بي في اللي هي شركه فرنسيه، عندها مكاتب منتشره بالعالم، اي تاجر يريد يستورد يروح يقدم الى هذه الشركات يقول استورد هذه البضاعه. تطلع عليها كشف في المصانع اذا كشفتها مطابقه للمواصفات العراقيه تنطي شهاده، فلما يجي الى الحدود يطلع هذه الشهاده واكو ممثلين للشركه موجودين يقولون فعلا انه هاي البضاعه احنا فحص. هذا الحكي قديم استاذ، قصدي قديم هذا الحكي. هذا قديم انا سامع بانه نعم في بس خليني اقول لك شنو اللي يصير حاليا. حاليا راح ندخل في برنامج جديد يمكن راح يطبق في شهر السادس. نعم. انه المستورد لازم عنده حتى تطلق بضاعته لازم عنده شهاده من عفوا اجازه استيراد، ولازم المنشا المعروف اللي يستورد من عنده ومسجل في تلك الدوله. يعني مو يروح يجيب لي بضاعه مصنوعه في بيت في الصين ويجي يجيب لي، لا لازم هذا مصنع ولازم مكشوف عليه. هذا اللي بالنيه نريد نسويه. لا راح يطبق في شهر السادس يعني. بس المشكله احنا داخلتنا نعم بضاعه فهنا طيب. هي في كل الاحوال سواء على القديم او على الجديد هي لازم تكون مطابقه للمواصفات العراقيه ومفحوصه. طيب. اما من تجي غير منافذ غير رسميه هذه طبعا ما عندي سيطره عليها. خلينا ناخذ اذا ممكن سؤال سوسن حميد لانه الوقت بدا يداهمني. بالنسبه للبضائع التالفه نعم بدها تدخل للبلد، شنو الاجراء تاخذه هيئه الجمارك وشنو الاجراء تستخدموه ويا التاجر لما تلقى عنده مدخل شحنه فاسده؟ بالنسبه للبضائع اللي اول شيء هسه حاليا اللي هاي الاوراق هي 7 حاويات محمله بادويه منتهيه الصلاحيه نقول باعتبارها، ليش؟ لانه دخلت اكثر من ثلث المده، 7 حاويات موجوده حاليا. احنا نعرض الاوراق للسيد قاضي التحقيق بعد ما نقوم بالتحقيق ونكتب الى وزاره الصحه. حاليا يجي كتاب من وزاره الصحه بخصوص هاي الامور. هنا بدها تبين وزاره الصحه انه اذا كان هذا التاجر ماخذ الموافقات الاصوليه وشهادات الاستيراد اصوليه وجاب البضاعه مالته اختلاف بالمنشا اختلاف بالتاريخ صار الى حق انه يعيد اصدارها. لكن غير هذا الشيء انه تحجز البضاعه وتتلف. استاذ باسم اريد يعني شهاده من حضرتك وباعتبارك مختص بهذا الاطار، يعني نوع العقوبه اللي تتوجه لعمليه تخريب مقصوده تدري يدخل بضاعه تالفه. يعني لا منطيني مجال بس لانه هذا موضوع كلش واسع. يا ريت. اليوم هناك العراق يتعرض الى ضغوط سياسيه واقتصاديه من دول الجوار نعم لتصدير وشحن بضائع للعراق. نعم. كما اكد زميلي يجب ان يكون هناك تصنيف للتاجر نعم ومنهاج استيراد لكي اضبط نوعيه البضاعه اللي تدخل والكميات. بالبند الجمركي يوجد على اجازه الاستيراد وعلى التصريح الجمركيه، يعرف السيد العميد تكون مطابقه، مو اجيب كرسي تتحول الى قنفه. هاي هذا الموضوع كرسي تتحول الى قنفه شلون؟ نعم. طيب. تدخل بهالمستويات هذه نعم من مناطق غير حدوديه. اليوم العراق صاير محط انظار دول الجوار، بنوا مشاريع صناعيه على الحدود ويتبارون 50 مليار دولار يستورد العراق لقتل الصناعه الوطنيه، ما تعطى مجال، ما تقدر تنافس وتاخذ دعم من دول الجوار ب 18% دعم. انا ما اقدر كصناعي ومنتج اقدر البي هذا الطلب، فهذه العمليه تحتاج الى عقوبات الى تنفيذ. فالسؤال وحضرتك اريد تقدم شهاده العقوبات وافيه قادره على ردع عمليه التخريب اللي قلتها؟ لا زالت قسم من العقوبات على النظام القديم، غرامه 200 دينار او كذا. 200 دينار؟ نعم ما نفعليها. احنا من دخل سقوط النظام برايمر استباح السوق العراقيه، خلى فقط 5% جمرك على السلعه،
وجمد قانون الجمارك، قانون الجمارك شرع بجديد تعرف الجمركية من 2010. طيب. لحد الآن التطبيق ماله متلكئ. طيب. يعرف السيد العميد. خليني آخذ قوة ودعم سؤال سيد نضال محمد إذا ممكن. سؤالي عن الأجهزة الكهربائية، يعني من تجي من خارج القطر، يعني أنا يعني بالنسبة لي اشتريت مبردة جبتها للبيت ما تشتغل، وأنا عندي اثنين، عندي الهلال وعندي اللي مستوردة. الهلال 4 سنين هي كل شيء ما بيها صناعة اللي هي صناعتنا، واللي مستوردة ماكو بسرعة، يعني لو فترة قليلة لو ما تشتغل بس فتحتها من الباكيت. فشنو يعني تعليقكم على هذا؟ الأجهزة الكهربائية أعزائي المشاهدين وعدم مطابقتها للمواصفات أخدم بهذا البارت حتى أبدي بالبارت أو الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم. تابعوني بعد هذا الفاصل الأخير. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وهذا الجزء الاخير من حلقه اليوم. والسؤال يا ريت تعلق عليه دكتور يحيى، انه هذا موضوع المواد الكهربائيه، تعرف حضرتك يعني السوق العراقيه غرقانه بمواد، وحتى عندي اسئله بالنسبه بخصوص البضاعه الصينيه ربما اخذها اني، يعني البضاعه الصينيه يعني بضاعه رديئه ربما تعرض حياه المواطنين للخطر، ليش هواي سحب من عندها، او ليش المواد الكهربائيه رديئه، او السوق العراقيه بصوره عامه يعني بها بضائع رديئه؟ طبعا هم لها علاقه بالسيطره تقيس. احنا المشكله وجود حاله تقشف في العراق، الطاقه الشرائيه للفرد العراقي او المستهلك بدا ينخفض، فيدور وين، من يدور الى انه من يحتاج الى شغله شوفها ياها رخيصه يشتريها بغض النظر عن الجوده مالتها. اي بس ليش السوق العراقيه مفتوحه امام البضاعه اللي تخلص تنضرب بلحظه استخدامها؟ تقول مبردة رأساً خربة، صح، لأنه من ضمن المواصفات أكو خلل بالمواصفات. بس أنا من أروح أشتري الهلال العراقي مثلاً 240,000 وهذا البليت التعبان مالته 150، أفضل 150 اعتماداً على القدرة الشرائية للفرد والمستهلك. هاي المشكلة الحقيقية صارت عندنا، ماكو ثقافة. طيب. بهذا طيب خليني بهذا الإطار، عندي سؤال علي نعيم اللي له علاقة بالعقوبات اللي مرينا عليه قبل قليل حتى نأكد الموضوع أكثر. عدم مطابقة البضائع للمواصفات منو مسؤول عنها؟ هذه واحد، وإذا كان يعني المخالف يعاقب حسب القانون الأخير رقم 1 لسنة 2010 اللي وافق عليه المجلس النواب وقررت الحكومة، يعاقب بالحبس 3 أشهر أو غرامة أقل من 1,000,000 دينار. هذا مير ما راح يكون رادع. طيب المسؤولية على كون البضاعة مخالفة لما مخالفة جاوبنا عليه، بس أريد أستاذ باسم نفس الكلام اللي تكلمنا به قبل قليل، العقوبة رادعة لو مو رادعة؟ أكو هيجي يعني حبس 3 أشهر أو غرامة أقل من 1,000,000؟ طبعا ونتأسف لأنه العفو بس اسمح لي، ونتأسف أنه المحكمة أصلا يعني راح تتكفل الشخص المجرم أو وإخراج إخراج الشخص بكفالة. لا زالت التشريعات فيما يخص العقوبات ضئيلة، يعني ضئيلة، والمحاكم التجارية. طيب والقوانين اللي شرحتها حضرتك قبل قليل هي قوانين حديثة؟ قديمة طبعا، لا قوانين قديمة، لا زالت العقوبات لا تساوي مستوى الضرر اللي يلحق بالمجتمع. المطلوب هنا طبعا مو بس العقوبة، جزئيا الإرشاد والتوجيه والتثقيف ثم العقوبة، يعني مطلوب من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال والمجتمع المدني يقوم حول التثقيف للمواطن أنه ما هي الأضرار الاقتصادية والصحية على المجتمع في حالة استيراد بضائع وسلع رديئة. هذه طيب. مسألة مهمة. ثم طيب. العقوبة يجب أن تكون رادعة بمستوى الفائدة اللي حققها. هذا غش، قانون الغش الصناعي مدى يطبق؟ نعم أحسنت، الغش الصناعي منو اللي مسؤول عنه ومنو اللي راح يشتغل عليه؟ والعلامات التجارية اللي تتغير بالسوق انه من صالح الى طالح، يعني تجي بضاعه صينيه تدخل للسوق العراقيه، هذه ايضا مسؤوليه الجهه الاقتصاديه، تدخل انه ماركات العلامه ماركات التجاريه المفروض يروح يسجل العلامه عالمية التجاريه في اتحاد الغرف التجاريه والنوعيه الجهاز المركزي.
طيب خليني لا خليني علامات تجارية. خليني إذا سمحوا لي أستاذ باسم العفو خليني أسيطر على الوقت والتعليقات محفوظة ومكفولة وأنتقل سؤال صلاح السويدي. سؤال هنا لسيادة العميد الركن، سيطرة الصفرة حقيقة اليوم احنا نشوف عدة جهات تسيطر على هذا المكان المهم والحيوي من العراق، سيطرة الصفرة عدة ميليشيات خل أقولها بالقلم العريض، عدة ميليشيات عدة جهات تسيطر عليها دخول المواد الفاسدة بكذا مبلغ تصل إلى 1000 و1500 دولار للتريلة الواحدة، والآن توجد طرق بديلة. إذا راح يجاوبني ويقول سيطرنا على الوضع وطلعت لجنة راح أقول له إذن أكو طريق بديل هو النفطخانة والزرقة. زين كيف الدولة تسيطر على هذه المنابر؟ أرجو الجواب الشافي لهذا الموضوع. شكرا. زين بالنسبة لموضوع الصفرة حقيقة انولد هذا المكتب في شهر الثامن 2016 أثناء تطبيق التعرفة الجمركية ضمن طوق الأمن ببغداد. من خلال تطبيق التعرفة الجمركية أكو كان بالسيطرات منها سيطرة الشعب وسيطرة الرستمية وسيطرة الدورة، كانت مفارز إنها منتشرة ضمن الطوق. الزخم الشاحنات اللي كانت قادمة من أقليم كردستان باتجاه سيطرة الشعب كان زخم كبير بحيث أربك الحركة المرورية، صارت صعبة حركة وخصوصا أهل الشعب، كانوا يمكن حتى بالفضائيات اشتكوا عدة مرات من هذا الزخم. فصار الرأي أنه يفتحون هذا مكتب الصفرة في مكان اللي هو شمال العظيم اللي يسمونها منطقة الصفرة. هاي سيد العميد حفاظا على الوقت، هو أكو جهات مسيطرة عليها ميليشيات ما ميليشيات ولا لا؟ بس مرح أخصك مو هذا. صار مكتب الصفرة انفتح من هذاك التاريخ إلى هذا يومنا هذا، من توقفت العمل بالتطبيق التعرفة باستثناء مكتب الصفرة.